السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم الخامس والعشرين من رمضان 1437 هجري الثلاثون من حزيران 2016 ميلادية أي رمضان رمضان يودعنا أيها الأحبة ونحن في أشد الحاجة إليه والشوق إليه وها هو العيد على الأبواب أنا مما أخاف وأحاذر الآن أنه سيكون هناك بلبلة بالنسبة لبداية شهر شوال ودخول العيد لأن الدول العربية والإسلامية بمجملها لن تستطيع رؤية الهلال في يوم الاثنين وبالتالي فإنها ستعلن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأول شوال يكون يوم الأربعاء الأخوة الذين أرادوا الأخذ بالحساب الفلكي أعلنوها منذ فترة أنهم أن العيد هو يوم الثلاثاء لحساب الفلكي ولقولهم بأنه إمكانية رؤية الهلال بالأجهزة التلسكوب وغيرها في جنوب وغرب أمريكا الجنوبية وبالتالي الذين يتبعون المجلس الأوروبي لإفتاء أعلنوا منذ أيام أن يوم الثلاثاء سيكون هو يوم العيد الأخوة الذين يأخذون بالرؤية الشرعية لن يوافقوا على هذا الأمر وس والله أعلم سيأخذون بالقول بأن الأربعاء هو أول أيام العيد وإن كان الأربعاء أول أيام العيد فهذا سيكون الهلال كبيرا وبالتالي في أغلب الدول سوف تراه ما ستجمع الدول الإسلامية والعربية ما عدا التي تأخذ بالحساب الفلكي لا أعلم من سيأخذ بالحساب الفلكي على كل حال لكن هذا الأمر سوف يحدث بلبله بين الناس وأنا لن أدخل بالنقاش الفقهي كل إخوة علماء وفقهاء ولديهم يعني علم يناقشون الذين يأخذون بالحساب الفلكي والذين يأخذون بالرؤية الشرعية لذلك أنا لن أدخل بالنقاش الفكري الفقهي عفوا إنما انا الذي اريده واطلبه والذي كنت دائما انادي به منذ كنت فتى يانعا وحده الامه توحيد الامه هذه الامه التي ربها واحد الله نبيها واحد محمد كتابها واحد القران قبلتها واحده مكه المكرمه فلماذا لا تتوحد في هذه الامور المهمه جدا لها في حياتها؟ اذكر امه الاسلام وبغير تشبيه باليهود في الزمن القديم. كانت لديهم محكمه واسمها السنهدرين. هذه المحكمه الشرعيه العليا التي تختص بالامور التي تهم يهود العالم او يهود المنطقه والعالم كله في ذلك الوقت مرجعيه واحده وكانت هي التي تحدد بدايه ان اليهود ياخذون بالحساب السنه اليهوديه هي سنه قمريه وياخذون برؤيه الهلال وبالتالي هي الوحيده التي كانت لديها الصلاحيه في ان تحدد دخول الشهر الهجري وخروجه ودخول الشهر الذي يليه هي الوحيده فلماذا لا يكون لدينا نحن مؤسسه مستقلة ليكن مركزها في مكة المكرمة ليكن مركزها المركز الرئيسي لها في مكة المكرمة وتكون مستقلة عن سياسات الدول بحيث لا تتأثر بسياسات الدول الإسلامية ومواقفها من بعضها البعض أنهم تعرفون أحيانا يكون هناك ما نحكي لكن ليكن مركزها في مكة المكرمة وليكن لها فروع في كل بلاد العالم أو أن ترسل وفود مثلاً لو كانت هذه الهيئه مجهزه الان ارسلت وفدا الى امريكا الجنوبيه وفدا شرعيا علميا واثبت الرؤيه فتعلن هي من مكه المكرمه بدايه الشهر اي انها هي الهيئه الوحيده المخوله في اعلان دخول وخروج الشهر الهجري وبهذا اذا اذا اخذنا بهذا الراي فهذا سوف يحدث توحيد لان الذين يقولون بالحساب الفلكي يقولون نحن نريد أن نوحد الأمة على على ذلك حتى تأخذ كل أمة ولكن هذا لا يحدث والذين يأخذون بالرؤية الشرعية في اختلافات بين الدول يؤدي إلى اختلاف مع بعضهم البعض فنسأل الله العافية هذا حالنا لأنه ليس لنا إمام لو كان لنا إمام ولو كانت لنا دولة ترعى شؤوننا لما حدث هذا الذي يحدث فالإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه ورأي الإمام يرفع الخلاف لو كان لنا إمام قائد لنا لا وحدنا ولم اختلفنا ووقعنا بالذي أحيص بيص هذا بده يفطر اليوم وهذا بده يفطر بكرة هذا بده يعيد اليوم وهذا بدو يعيد تاني يوم وهذا حالنا يا الله لا يخفى عليك وضعفنا واضح ظاهر. فنسألك يا الله أن تبدل هذا الحال إلى حال أفضل وأرجو من الأخوة الذين يسمعون هذا المقطع أن لا يدخلوا بنقاش وجدال حول هذه الأمور لأنه ليس الهدف هذا المقطع ليس لمناقشة الرأي بالأخذ بالرؤية أو الأخذ بالحساب الفلكي هناك ناقش العلماء والمسؤولين لست أنا هذا هو من أجل الدعوة لتأسيس منظمة مستقلة مسؤولة عن تحديد الامور الاوقات والمواقيت والاهلة وملزمه لكل دول اسلاميه. هذه هي. والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبارك الله لكم في رمضان وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.